معانا النهارده دكتور احمد عصفور، استاذ مساعد القلب في طب القصر العيني. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. كنا عايزين نعرف ايه اعراض امراض القلب التاجي. طيب، دي معلومات مهمه. انا احب ان اي شخص especially الناس اللي فوق سن الأربعين يبقى اوير، عنده درايه كامله بيها، لان احنا عارفين ان امراض القلب هي رقم واحد للاسف دلوقتي اسباب الوفاه في العالم، ايفن تفوق امراض الاورام والحوادث. بعد سن الأربعين بتبقى حاجه مهمه جدا انك انت تبقى على درايه بيها، عشان الوقايه اهم من العلاج. الوقايه بتتمثل في ايه؟ بتتمثل انك انت في عندك مخاطر لازم تبقى عارفها، المخاطر دي بتزود نسبه حدوثك لامراض الشرايين التاجي. اهمها الاطلاق السكر، يليها امراض ارتفاع الضغط، الوزن الزايد، التدخين، والامراض الوراثيه. بمعنى ان لو في حد في العيله كان عنده مشاكل في الشرايين التاجي، انت لازم تبقى عندك درايه كامله بالاعراض عشان تلحق نفسك بدري. اهم الاعراض دي انا بعتبرها هو انك يجي لك اي الم في صدرك مع المجهود، مش الالم اللي وانت قاعد في مكانك، يعني اي وجع في المنطقه دي بالذات في شكل خنقه مع المجهود، يبقى انت لازم تبقى عارف ان انت كده ايه، عندك احتماليه مشاكل في شريان القلب التاجي. تاني حاجه تهتم بيها بالذات لو انت مريض سكر، هي ان يبتدي مجهودك يقل زياده ريسنتلي، يعني مثلا كنت طول عمرك بتنهج عند الدور الخامس، مره واحده لقيت نفسك بتنهج عند الدور الاول او الثاني، لان مرضى السكر ما بيحسوش بالام في صدرهم. مرضى السكر الامراض الشرايين بتيجي عندهم في شكل خنقه، في شكل ضيق تنفس، مش في شكل الم في الصدر. تاني حاجة، انت بقى لو البروفايل بتاعك الريسك فيه عالي، يعني انت عندك سكر وضغط عالي، تشرب سجاير للأسف، وزنك زايد، لازم تراجع الطبيب، لان هو بيعمل لك حاجة اسمها سكور. سكور بيدخل بياناتك وسنك ووزنك وضغطك، بيقول لك البرسنتج بتاع احتمالية حدوث مشاكل في الشرايين قد ايه، وبناء عليها ممكن يوصف لك بعض الأدوية الوقائية، مش العلاجية، الوقائية، يعني تحميك من يجي لك مشاكل في شرايين القلب التاجي بعد كده. بس دي لازم تكون مع الطبيب المختص، ما ينفعش انت تاخد الادويه دي لوحدك. تمام. ايه هي فوائد الدعامات او اجراء الجراحه البديله؟ طيب، دلوقتي احنا كان في الفتره اللي فاتت ظهر بعض الزملاء على التلفزيون بتتكلم عن الدعامات مش مفيده وان العلاج بالادويه كافي. ده مفهوم للاسف خاطئ عند عموم الناس. طبعا الانسان دايما بيحب يسمع الحاجه اللي هو عايز يسمعها، بمعنى انك انت نفسك تروح للدكتور، الدكتور يقول لك ما عندكش حاجه، هتتبسط اكتر عن لو قال لك انت عندك حاجه محتاجه عمليه. ففي بعض الدكاتره ممكن تلعب على انك انت يديك الريليف دوت، يديك احساسك انك كويس، لا الدواء هيحسنك. لا، كل حاجه اتعمل لها دراسات، واحنا مش بنمارس الطب بناء على العيان عايز ايه. الدراسات قالت ان انت بتحتاج دعامات في مرحله معينه، المرحله دي لو انت وصلت لها وما حطيتش دعامه انت كده بتريسك حياتك. نفس الوقت انت لو ما وصلتش المرحله دي وحط لك دعامه، يبقى هو كده بيمال براكتس، بيعمل طب غلط. احنا ولا ده ولا ده، احنا في جايد لاينز بتنزل تقول امتى تركب الدعامه. الدعامات مهمه، اهمها طبعا في حالات الازمات الحاده، يعني لا قدر الله واحد جاله جلطه في اول 24 ساعه لازم يدخل قسطره يركب دعامه. خلاص ما بقناش بندي ادويه تزود الجلطات، بقى كل الجايد لاينز بتقول انك لازم تركب دعامه اللي هي مسميها دعامه الحياه اول 24 ساعه. يبقى اي حد بيجي له ازمه شديده في قلبه لازم يطلع المستشفى فورا، لان ال 24 ساعه دوت الجولدن اور بتوعه ان هو يلحق يركب الدعامه فيهم، دي انقاذ حياه. تاني حاجه، الناس اللي بيجي لها جلطات بس جلطات مش حاده، دولت برضو بيستفيدوا بدعامات، قد تكون في اول او تاني او تالت يوم، لكن برضو بيستفيد من الدعامات. اخر حاجه، المرضى قصور الشرايين التاجي اللي هم ستيبل، اللي هم مستقرين، ده بيشتكي بالم في صدره لما يعمل مجهود، دولت غالبا بنبتدي معاهم علاج دوائي، والصح انك تبتدي مع علاج دوائي وتوصل للماكسيمم بتاع العلاج الدوائي ده. لو ابتدى يبقى ماشي على كل جرعات الادويه بتاعته ومش بيستجيب ولسه بيجيله الام في صدره مع المجهود، هنا بقى نركب الدعامات. وهي دي الكونسبت اللي مختلط على بعض العيانين والدكاتره، ان عيان الشرايين التاجي المستقر ما بيركبش دعام على طول، لا لازم يجرب علاج دوائي فتره ويوصل بعلاج الدوائي دوت للارقام اللي في الجايد لاينز، يعني الجرعات المحدده، ولو ما ابتدى ما بيستجيبش بتبتدي نلجا للدعامات. هل الدعامات بتطول الحياه ولا لا؟ ده ديبيت في الطب. بالنسبه لمرضى الجلطات، ده خلاص احنا متاكدين الدعامات بتطول الحياه بالنسبه للمرضى دول، انما مرضى قصور القلب المستقر في ديبيت ما بين العلماء هل بتطول الحياه ولا لا، لكن احنا متاكدين انها بتحسن الكواليتي اوف لايف، يعني بتحسن حياتك، تبتدي تمارس مجهود احسن، تبتدي تعيش حياه احسن. فكره بتقلل الوفيات او لا، انا اميل الى انها بتقلل، لكن دي لسه مش
مستقرين عليها في الجايد لاينز. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك جدا. ميرسي جدا وانا سعيد بوجودي معاكم. ميرسي جدا. شكرا.